بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد ربنا كثيرا ولك الشكر كثيرا. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام الأتمان على إمام الهدى وسيد الورى رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وهدى ونذيرا وسراجا منيرا، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 45 بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لهذا السفر المبارك زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة 11 من شهر ربيع الآخر سنة 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستكثرين في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه من صلاتنا وسلامنا على حبيب قلوبنا وإمامنا وقدوتنا وهادينا وشفيعنا يوم الحشر غدا نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمطرين من صلوات ربنا علينا 10 أضعاف صلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. يا رب صل على النبي وآله والصحب ما بث السنة القمران، وانصر عبادك أهل غزة إنهم في كربة من وطأة العدوان. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية أيها الكرام في أثناء فصل خصه المصنف رحمه الله لصفحة من مشاعر نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصل في ضحكه وبكائه، في هديه في هذا الباب الذي خلق عليه البشر فطرة، وهي نعمة امتن الله بها، أما قال سبحانه: وأنه هو أضحك وأبكى. فضحك البشر وبكاؤهم نعمة امتن الله بها عليهم، ومن لا يضحك ولا يبكي أو فاقد إحدى هاتين النعمتين هو على خلاف الفطرة البشرية، به علة تحتاج إلى دواء. فإذا ما عاش الإنسان حياته على مقتضى الطبيعة والفطرة وجد من موجبات الضحك والبكاء ما تعيشه مشاعر الفؤاد ولا بد. ولأن نبينا عليه الصلاة والسلام بشر، بل في ذروة سنام البشر أوتي من هذه المشاعر أعلاها وأسناها وأجملها وأكملها عليه الصلاة والسلام. تقدم الحديث عن فصل في ضحكه والمواقف والجمل التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وعطف على ذلك ما وقف الحديث أثناءه ليلة الجمعة الماضية في بكاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كان تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. نعم، هكذا كان الحبيب المصطفى رسولنا صلى الله عليه وسلم، أوتي في مشاعر قلبه وأحاسيس فؤاده أكمل ما أوتيه بشر، كما أوتي في أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب أخلاق البشر،
كما أوتي في مراتب العبودية أعلاها، لقد بوأه الله جل جلاله أعلى المراتب في كل مناحي الحياة، ومن ذلكم ما يتعلق بمشاعر القلب وأحاسيس الفؤاد. البكاء شعبة من المشاعر يعيش بها الإنسان بفطرته البشرية، ولا بد، ومن لا يجد لها أثراً ولا طريقاً معبداً في قلبه فهي علة تحتاج إلى دواء، ولأنها نعمة امتن الله بها. يبكي العباد تنفساً من هموم الحياة ومتاعبها، يبكي بعض العباد خشية من الله، يبكون تلذذاً بنعمة الدموع التي تذرف شوقاً ومحبة إلى المقامات العظيمة، إلى لقيا الكريم سبحانه، إلى ما وعد به عباده أهل الصلاح والتقى والإيمان. هي المشاعر التي يعيشها البشر، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان بشراً من جنس البشر، وحفظت الروايات ونقلت السنة المواضع التي ذرفت فيها عين الحبيب عليه الصلاة والسلام وبكى وتقاطرت فيها الدمعات، فإذا بها من أجل المواقف التي يبكي فيها بشر. يبكي عليه الصلاة والسلام تارة رحمة للميت، وتارة يبكي إذا قرأ القرآن أو استمع إلى القرآن، يبكي على أمته خوفاً وشفقة، يبكي من خشية الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم أن هذه الجمل الموجزة التي ساقها المصنف أورد لها شواهد معدودة لتلك القضايا التي يقف بها المسلم كأنه حاضر بين يديه عليه الصلاة والسلام لما بكى في تلك المواقف. فإذا كنت حاضراً بين يديه صلى الله عليه وسلم وشاهدت مجلساً من مجالسه رأيته يبكي فيها، فما الذي تكون فيه مشاعرك ساعتها؟ حتماً إنك سترصد الموقف باهتمام وحرص بالغ، تنظر لما بكى، تتعلم كيف يبكي العبد أسوةً برسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو ذا، لم نحضر مجالسه التي ضحك فيها أو بكى فيها، لكننا ها نحن ذا نحضر المجالس التي تروى فيها المواقف التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي متعددة ومتنوعة في أسباب البكاء وفي المواقف التي استدعت دمعاته الكريمة عليه الصلاة والسلام. فتروى هذه المواقف على سبيل الإيجاز، وإلا فدواوين السنة ورواياتها حافلة وحفظ فيها من ذلك قدر كبير. لكن الوصف المشترك أن بكاءه على هيئة الاعتدال والقصد والتوسط الذي أقيم عليه هديه الكريم كله صلى الله عليه وسلم، فلمس فيه المبالغة في رفع الصوت بالبكاء، كما لم يكن ضحكه بقهقهة ورفع صوت، كذلك البكاء وجد فيه هذا المعنى من التوسط والاعتدال والقصد عليه الصلاة والسلام. بعدما أوجز هذه العبارات يسوق الشواهد الموجزة على تلك المواقف التي أشار إليها رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. تقدم هذا في مجلس ليلة الجمعة الماضية، وأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ذي الحجة في السنة الثامنة من الهجرة، وأمه مارية القبطية رضي الله عنها، ومات في السنة التاسعة من الهجرة طفلا رضيعا، فبكى عليه الصلاة والسلام رحمة له. فلما سئل: تبكي يا رسول الله؟ لأنه موقف وجدت فيه دمعاته تنزل من عينيه، أهو بكاء جزع وسخط؟ أهو بكاء اعتراض على قدر الله أن فقد وليده الرضيع في بدايات عمره وسنواته الأولى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تدمع القلب تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، من الرضا بما قد كتب الله وقسم وقدر على العبد. قال: وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. يعتدل، تصيبنا المصائب فتحزن القلوب، تنزل بنا الهموم فتبكي العيون، لكن لا شيء من ذلك عند المؤمن يحمله على أن يتجاوز حدود العبودية والأدب مع الله. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، نبكي لأننا بشر، والذي لا يبكي قاسي القلب.
كالذي لا يبكي فلا يرحم، كالذي لا يبكي فلا يحزن لمصاب يحل به أو بأمته، قسوة القلب مذمومة. ولذلك جاءت الشريعة بالوعيد على قساة القلوب، قساة العيون، أصحاب الجفاف والقحط من الدموع، تلك قلوب قاسية. ولما ذكر الله عز وجل شأن كتابه الكريم وأثره العظيم في النفوس قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبكى عليه الصلاة والسلام لما مات صغيره، طفله الرضيع الذي سماه باسم الخليل أبيه إبراهيم عليه السلام، فرح بمقدمه وقد أتاه بعد فترة من أولاده الذين قد كبروا وشبوا، فمات بعضهم وامتدت الحياة ببعضهم، فكان أول صغير يأتيه. وليس يخفى على أحد حجم فرحة الأب بمولود يأتيه بعد انقطاع من الأولاد، فإذا فرح به كان في سنواته الأولى من أشد ما يتعلق به القلب فرحة به، وهو يراه في مهد الطفولة ويرى فيه كل البراءة والفرحة وحجم النعمة من الله. فلما يفقد في تلك المرحلة من العمر يكون الوقع شديدا على القلب مؤلما على النفس. فبكى عليه الصلاة والسلام مع تمام مقام عبودية الرضا والاسترجاع والصبر على ما كتب الله، فقال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس فصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته وينفخ ويقول: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك، وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحياناً في صلاة الليل. هذه مواضع أوجز فيها المصنف رحمه الله أمثلة وشواهد بكى فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك قوله: وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض. في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسامة كان حاضرا ذلك المجلس، فأرسلت إحدى بناته قال وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي، قال: نحسب أن ابنتي قد احتضرت فاشهدنا. فأرسل إليه السلام، أرسلت إحدى بناته إليه تقول له: إحدى بنيات الصغيرات تحتضر فاشهدنا، فاحضر إلينا يا رسول الله. وهو عليه الصلاة والسلام جالس مع أسامة وزيد وأبي، قال: فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، يعني إلا أتيتنا، فقام صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، يعني تحشرج بخروج الروح، والصبي بين يديه ونفسه تقعقع، يعني تحشرج والروح تخرج في لحظاتها الأخيرة. قال: ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. كانت ابنته التي أرسلت إليه زينب رضي الله عنها في أن إحدى بناتها قد حضرت، يعني حضرتها الوفاة، فأرسل إليها مكتفيا بتعزيتها وتصبيرها، فلما أقسمت عليه أن يأتيها بر بقسمها وأتاها عليه الصلاة والسلام. فلما وضع الصبي بين يديه يحتضر وروحه تخرج وهو يحشرج، رق قلبه عليه الصلاة والسلام فبكى.
بكى في موضع ثان صلوات الله وسلامه عليه في حديث عبد الله بن مسعود، وهو أيضا في الصحيحين، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال ابن مسعود: قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحامل له على البكاء ما سمع من كتاب الله وما وجد من أثر، وربما كان سياق الآيات تحديدا فيها ما يدعو إلى البكاء، لأن الله يقول له: فكيف إذا جئنا بك يا محمد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد، يعني على هؤلاء، يعني على أمته شهيدا. فبكى عليه الصلاة والسلام استعظاما للموقف وشفقة بأمته، ومن أهوال ما يكون في يوم القيامة، فكان بكاؤه حداً استوقف عنده ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. في موضع ثالث قال المصنف رحمه الله تعالى: وبكى لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، في ما أخرج أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: وعيناه تهرقان أو تهرقان. عثمان بن مضعون من أوائل المهاجرين الذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين بعض الأنصار، فكان من أوائل الصحابة موتا بالمدينة، بل قيل هو أول من مات بها من المهاجرين، وأول من دفن بالبقيع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه الهجرة. كان معروفا بالصلاح والزهد والتقى، فرق له عليه الصلاة والسلام وحزن لبكائه وقبله وهو ميت وهو يبكي صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله: وبكى لما كسفت الشمس. في حديث عثمان بن مضعون أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني من هذا الحديث في لفظه، من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل، يعني من عينيه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وبكى لما كسفت الشمس فصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته وينفخ ويقول: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفر. أخرج الحديث عامة أصحاب السنن، والحديث أصله في الصحيحين، في أصل قصة الكسوف وفزع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى رضي الله عنه: فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، خرج يجر رداءه مستعجلا إلى إدراك الصلاة في المسجد لما أصابه من الهول، صلى فإذا صلاته على غير المعتاد، بأطول صلاة شهدها الصحابة، أطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود. فكان موقفا عظيما شوهد فيه من هول الموقف في قلبه عليه الصلاة والسلام، وفي وجهه وفي عباراته ما كان حدثا رصده الصحابة. الرواية في غير الصحيحين جاء فيها لفظ النفخ والبكاء في الصلاة، فيما أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وغيرهم. قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال. قال شعبة: وأحسبه قال في السجود نحو ذلك. ثم قال: وجعل يبكي في سجوده وينفخ. النفخ المقصود بها الهيئة التي يمتلئ بها الصدر من البكاء، فيمتلئ هواء يحتاج صاحبه الباكي الذي امتلأ صدره من الألم بالبكاء أن يخرجه، فيخرج على هيئة النفخ. فإذا بكى وتداخلت المشاعر خرج نفسه على هيئة النفخ لما احتبس في صدره من ألم البكاء. قال: وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول: ربي لم تعدني هذا وأنا أستغفرك، ربي لم تعدني هذا وأنا فيهم.
ثم ذكر الحديث قال: فلما صلى قال: عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي لتناولت من قطوفها، وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، إلى آخر ما ذكر في الحديث. وفيه شاهد بكائه عليه الصلاة والسلام فزعا وخوفا وتعظيما وإجلالا لله في صلاته الكسوف عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته. أخرج البخاري في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدناها تدفن. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان عليه الصلاة والسلام. فها هو ذا تدمع عيناه لما تدفن ابنته، وتدمع عيناه لما يغرغر الصغير بين يديه، تدمع عيناه لما مات ابنه إبراهيم، تدمع عيناه لما حضر جنازة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو يدفنه. بكى عليه الصلاة والسلام في مواضع هي أماكن للبكاء، وبكى في غيرها. قال: وبكى وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. وتقدم حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه لما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه أحمد والنسائي. وتقدم أن أزيز المرجل هو غليان القدر التي تكون على النار، فإذا طبخت وفار الماء الذي بها اهتز القدر لأثر البخار وتصاعده من غطاء القدر، فيحدث له ارتجاج وصوت وارتطام للقدر بغطائه، فيكون له صوت يسمى أزيزا. والمرجل القدر العظيم، وليست أي قدر، يشير إلى الصوت الحاصل مما يحصل من ارتجاج القدر التي فار فيها الماء المغلي بالنار. بكى عليه الصلاة والسلام في مواضع سواها، كما في حديث يوم بدر، وقد أخرج الإمام البخاري من حديث علي رضي الله عنه، وأخرج أحمد: ما كان فينا فارس، قال علي رضي الله عنه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. يدعو الله، يناشده النصر الذي وعده، حتى استنزل النصر بدعواته تلك، بدمعاته تلك، استنزل ملائكة السماء التي قاتلت مع أهل الإسلام يوم بدر. بشدة التضرع وصدق اللجأ إلى الله كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف تتعلق القلوب المؤمنة ساعة الشدائد بالدعاء بالله، وإن كانت في أضعف الأوقات وأشد المواقف صعوبة فإنها تنصر بإذن الله، ويمتد لها النصر بإذن العزيز الحميد، ويسخر لها الله جل جلاله ما شاء من جنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أيضا أخرج ابن حبان في صحيحه عن عطاء بن أبي رباح قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة، فقلت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزور. فقال عبيد: أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قالت: دعونا من رطانتكم هذه. فقال ابن عمير: أخبرينا يا أماه بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. فقالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره وكان جالسا، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها،
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات الأخيرة العشرة من سورة آل عمران. وهكذا كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم في دعائه، في تضرعه، في خشوعه، في وقوفه بين يدي الله. وتقدم بكم حديث عبد الله بن مسعود في بكائه لما قرأ عليه سورة النساء. من مواضع بكائه صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. قال: فزور القبور فإنها تذكر الموت. ومما أخرج مسلم أيضا في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم صل وسلم عليه، وقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء، فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أخرجه مسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، وارزقنا شفاعته يوم نلقاك يا أكرم الأكرمين. اللهم جازه خير ما جازيت نبيا عن أمته، اللهم املأ قلوبنا بمحبته واتباع سنته. أخرج الشيخان أيضا البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. فقالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ يعني يوم القيامة أتعرف أمتك من بين الأمم؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال: وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: هل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وفي رواية فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. بكى عليه الصلاة والسلام في مواضع تدمع فيها العين ويرق فيها القلب. لما اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، أتاه عليه الصلاة والسلام يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية، يعني أصابته إغماءة، فقال: أقد قضى؟ يعني هل مات؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم مؤتة، فقال يحدث أصحابه: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب،
ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له، وقال ما يسرنا أنهم عندنا، أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان، صلى الله عليه وآله وسلم يبكي لما أصابه من فقد أصحابه شهداء في تلك الوقعة العظيمة التي بعثهم فيها أمراء يوم مؤتة. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة بدر، وفيها فلما أسروا الأسارى يعني في غزوة بدر قال عليه الصلاة والسلام مستشيرا يسأل أبا بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى، قال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال والله، قال لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه لأنه أخوه، وتمكنني من فلان نسيبا سمى نسيبا له فأضرب عنقه، قال فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. ثم قال فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، يعني مال قلبه إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه ولم يهو ما قلت. قال فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال عليه الصلاة والسلام أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منهم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، قال فأحل الله عز وجل الغنيمة لهم. والمقصود بذلك ما كان من المواقف العظيمة التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية عند سماع القرآن تارة، تضرعا بين يدي الله بالدعاء تارة، عند مشاهد الموت وحضور القبور وتذكر الآخرة تارة، تذكر مواقف الهول والفزع، الشفقة على الأمة التي كانت تبكي قلبه الكريم صلى الله عليه وسلم، تلك مواضع يا كرام بكى فيها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. وإذ نقول بكى فيها نبي الأمة فبكى عظيمها عليه الصلاة والسلام، بكى إمامها وقائدها، بكى الذي علم الأمة كيف تعبد الله وكيف تسير إلى الله وكيف تتقرب إلى الله، يعلمنا ببكائه كيف نبكي من خشية الله، إذ البكاء من خشية الله أجل مواطن البكاء وأعظمها وأجلاها وأشرفها بين يدي العبودية في الطريق إلى الله. ولهذا فإن غالب بكاء الرسل عليهم السلام كان من خشية الله، وما سمعتم قول الحق سبحانه لما سمى من سمى من الرسل والأنبياء إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس وغيرهم، فقال عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أثنى الله بذلك كما أثنى على الأنبياء أثنى على ورثتهم، أثنى على خلفائهم في البشر أولي العلم حملة العلم والرسالة هم خلفاء الأنبياء والرسل، أثنى الله على أهل العلم إذا حضرت قلوبهم خشية الله فبكت من خشيته جل وعلا اقتداء بالأنبياء والرسل الكرام. قال الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لا تنسى عبد الله أنه إذا اجتمع العباد بين يدي الله واشتد بهم الوقوف في هول الموقف العظيم ودنو الشمس من رأس الخلائق يبحثون عن ظل ظليل، يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فيض العينين بالبكاء من خشية الله، عبودية عظيمة يحبها الله ويكتب لصاحبها من النجاة والسعادة والأمن من النار، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. طوبى لعين ذرفت يوما من حياتها دمعة خشية من الله، في سجدة، في السحر، في دعوة، في مناجاة، في تضرع، في ساعة ألم، في ساعة فرح. المواضع التي تبكي فيها العين إنما هي قلوب حية أنست بخالقها واستشعرت عظمته فبكت. طوبى والله لعين. أما إن القلوب تحزن ولا بد، وإن العيون لتبكي ولا بد، لكن شتان بين بكاء وبكاء، شتان بين بكاء من خشية الله وتعظيم الله والشوق إلى الله ومحبة الله، وبين بكاء على دنيا زائلة وتفاهات فانية وأمور حقيرة. طوبى لقلوب تعلقت بالله ففرحت بذكره وأنست بكتابه وبكت من خشيته. هذه القلوب الحية هي أسعد القلوب في الحياة. يا كرام، كل بكاء يبكي به صاحبه يصاحب بكاءه حرقة في القلب وألم في الصدر وانزعاج وكد في البدن، إلا البكاء من خشية الله فإنه والله يورث فرحة وانشراحة وسرورا وابتهاجا. عجيب، لأنه بكاء من خشية الله، فلا ينال القلب الباكي من خشية الله إلا عظيم رضا وسرور وطمأنينة تحل عليه منحة من الله ورضا منه جل جلاله للقلب الباكي من خشية الله. تلك مواضع مختصرة مجملة موجزة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بكت فيه عيناه الكريمتان خشية من الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والبكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق. أما الرحمة والرقة فقد تقدمت أمثلتها، لما يموت بعض الصغار بين يديه، لما يحضر قبرا يدفن فيه بعض صحابته رضي الله عنهم تبكي عيناه صلى الله عليه وسلم ويقول إنما هي رحمة، ويعلنها أن تلك الدمعات النازلة من عينيه صلى الله عليه وسلم رحمة من الله في قلب من يشاء جل جلاله. بكاء الخوف والخشية كبكائه في قيام الليل، كبكائه في المواقف العظيمة كلما كسفت الشمس فقام يبكي صلى الله عليه وسلم في دعائه. بكاء المحبة والشوق هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله عند سماع القرآن، قال: وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. فسماع القرآن يبكي صاحبه لا لأن القرآن مزعج للقلب أو مضائق للصدر، حاشا، لأن الله يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فسماع القرآن يبعث على البكاء بكاء الاشتياق والمحبة، بكاء الإجلال لله عز وجل، لأنه يسمع كلام العلي الكبير. فإذا هي آيات فيها من عظمة الجلالة وأوصاف الحق سبحانه ما يجعل القلب يمتلئ شوقا وإجلالا لله، يسمع آيات فيها من الوعد والوعيد ووصف الجنة والنار ما يحمله أيضا على الإجلال المستصحب لعظمة الجبار في ذلك الموقف العظيم، يسمع أخبار الأنبياء والأمم السابقة، يسمع في كتاب الله العديد من المواقف والآيات والسور. فإذا هو بكاء محبة واشتياق، اشتياق للقاء من يسمع كلامه، من يعد عباده،
من يمنيهم، من يعفو عنهم، من يغفر لهم ويتجاوز، من يتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته المبثوثة في الآيات والسور. فيبكي العبد الحاضر قلبه، يبكي شوقا واشتياقا ومحبة وإجلالا عند سماعه لكتاب الله الكريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله. نعم، أما الفرح والسرور فحالة يعيشها القلب لفرط الفرح فتذرف العينان، ليست دمعات حزن ولا ألم ولا بكاء، بل دمعات فرح. وسيشير المصنف بعد قليل بالتفريق بين بكاء السرور والفرح والحزن. أما بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم ائتماله وعدم احتماله، سواء كان المؤلم حسيا أو معنويا. المؤلم الحسي كألم يصيب البدن، أو جرح نازف، أو كسر في العظم أجاركم الله، فإن المريض إذا سقط فكسر منه عظم أو جرح فيه يد أو بطن فظل ينزف، فإنه من شدة الألم يبكي جزعا من الألم الذي يصيبه. وهذا كلنا عرضة له، لكن الناس تتفاوت. فمن المتماسك الجلد الصبور الذي لو خرجت روحه ما زال متماسكا، ومن الجزع الذي لا يقوى على احتمال شوكة فيصيح ويرتفع صوته وبكى، والناس بين هذا وذاك. لكنه إذا كان بكاء في تلك المواقف فهو بكاء الجزع من ورود المؤلم. أما المؤلم المعنوي فأشد إيلاما من الألم الحسي، ألم المصائب التي تحل بالقلوب، ألم الهموم، ألم النكد والأحزان، سواء كانت مصيبة للعبد في نفسه، في أهله، في ولده، في ماله، فإنه ربما ما أصاب بدنه شيء لكنه آلمه هم أطبق عليه فجعل يبكي، آلمه حزن شديد على شيء عظيم حل به فظل يبكي، كما تبكي القلوب الحية لمصاب الأمة في أحداثها الجلل. يبكي إذ يرى ما بإخوانه وأمهاته وآبائه مما يصيبهم من الظلم والعدوان والبطش والطغيان، فيبكي رقة على حالهم، يبكي جزعا من ورود المؤلم. والمؤلم في مثل مواقف الأمة العصيبة هذه شيئان: أحدهما ما حل ببعض الأمة في طرف الدنيا هنا أو هناك، فيألم لألمهم، وتلك أمارة حياة القلوب وإيمان أصحابها. أما المؤلم الثاني فشعوره بالعجز عن أن ينصر إخوته بأقل القليل، شعوره بعدم قدرته على أن يكون بينهم واحدا منهم يشاركهم في همهم وحزنهم ومصابهم، فيضم قدميه إلى أقدامهم ليزيدهم ثباتا، ويضم بدنه إلى أبدانهم فتزداد الصفوف التحاما، يحزن لذلك فيصيبه الجزع، فربما بكت العينان، لكنه جزع محمود إذا لم يبلغ العبد به ما نهي عنه. والمقصود أن الجزع من الألم الحسي أو المعنوي مأذون به، بل هو من الفطرة، أمر لا يملك الإنسان ابتداءه ولا دفعه، لكنه يملك التحكم في مقداره. فإذا تجاوز هذا البكاء والحزن المؤلم حسيا أو معنويا، إذا تجاوز حده تدري أين يبلغ بالعبد؟ إلى أحد أمرين كلاهما منهي عنه شرعا، وكلاهما خطير على دين العبد: إما القنوط من رحمة الله والجزع واليأس، يشعر أنه خلاص انتهى كل شيء فيبكي حتى ينهار بالبكاء فيكون فريسة للشيطان. والأخرى المنهي عنها أن يصل إلى التذمر والسخط والجزع والاعتراض على أقدار الله، فربما نطق بعضهم بما لا يقوله مؤمن يعرف الله ليسأل: لماذا حل بي هذا؟ وماذا عساني قد فعلت؟ وما الذي جنيته حتى أكون وصلت إلى كذا وكذا وكذا؟ وهكذا إذا امتد الحزن والبكاء حسا أو معنى يتجاوز به العبد حدود المأذون له فيقع في المحذور، وإنما المحمود ما كان بمقتضى الفطرة وما لا يملك العبد دفعه، فتنزل الدمعات بكاء لجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله كما قال المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسادس بكاء الحزن، والفرق بينه وبين بكاء الخوف
أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. هذا تفريق لطيف. يبكي المرء أحيانا من الحزن وأحيانا من الخوف، وفرق بين الاثنين، الحزن على ما فات والخوف مما هو آت. فإذا هما مقامان، ليس يخاف الإنسان من شيء مضى بل يحزن عليه، إنما الخوف مما سيأتي في المستقبل. قال رحمه الله: والفرق أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب. ففات فيظل يبكي، لا بأس أن يبكي لحظتها في يومها وليلتها، لكن أن يظل باكيا على ذلك أياما متتابعة وسنين عددة، فذلك ليس من الحكمة ولا العقل والحزم والإنصاف في شيء. قال: أما بكاء الخوف فيكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك، يعني من حصول المكروه أو فوات المحبوب. يغيب عنه ابنه، زوجه، زوجته، فيتوقع حصول مكروه، فقد الاتصال به، لا يعرف حاله، طال الانتظار وهو في مظنة هلاك، كأن يكون في مقام حرب أو ركوب بحر أو حصول مرض ووباء. فلما فقد خبره وعز عليه معرفة حاله يبكي خوفا عليه من حصول مكروه كما قال أو فوات محبوب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين، ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين وأقر الله عينه به، ولما يحزن هو سخنة عين وأسخن الله عينه به. هذا أيضا تفريق لطيف آخر، بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن، كلاهما بكاء وكلها دمعات، لكن دمعة السرور كما قال باردة والقلب فرحان. يحصل للإنسان نعمة وعطية وباب من الخير ما كان يتوقعه، فإذا به يبكي من شدة الفرح، دمعات التي تنزل دمعات باردة والقلب فرحان. أما دمعات الحزن فساخنة حارة كما قال والقلب حزين. ثم قال: لهذا في لغة العرب إذا قيل قرة العين فإنما يقصد به ما أقر الله به عينه، لأن فيها من القر، والقر ضد الحر، ففيها برودة للعين، يعني أبرد الله دمعة عينك. ولا تبرد دمعة العين إلا إذا كانت بفرح وسرور. وبيقابل ذلك يقال فيما يحزن هو سخنة عين، أو يقال أسخن الله عينه به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسابع بكاء الخور والضعف، والثامن بكاء العجز والضعف. العاجز الضعيف في لحظة انهيار يبكي لشدة ما هو فيه من العجز والخور. نعم. قال: والثامن بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاس، فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا. نسأل الله العافية والسلامة، لكنه بكاء يفعله أهل النفاق كما يفعلون بعض العبادات، يظهرون البكاء ويتباكون، لكن ليس لذلك حضور في القلب. فإذا فقد القلب أصل العبودية وهو الإيمان فقد شعب الإيمان من باب أولى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه، كبكاء النائحة بالأجرة، فإنها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبرتها وتبكي بشجو غيرها. يقول: ليس النائحة الثكلى كالمستأجرة. كان بعضهم إذا ألمت به مصيبة أو مات عنده ميت استأجر أولئك النوائح المستأجرات. مستأجرة تأتي امرأة بأجرة لمدة ساعة أو ساعتين وتأخذ الأجرة المتفق عليها، وتكون مهمتها ووظيفتها وعملها أن تبكي في ذلك المجلس إظهارا لحزن أهل المجلس على بكاء من مات منهم، فيكون هذا بكاء وأنت ترى فيه دمعات. وهل يصطنع المرء البكاء؟ وهل يقدر على اصطناعه وافتعاله؟ الجواب نعم، فإن قلت كيف فتلك صنعة لا يعرفها إلا أصحابها. قال: بكاء المستأجرة كبكاء النائحة بالأجرة،
كما قال عمر رضي الله عنه: تبيع عبرتها يعني دمعتها فتأخذ أجرة، وتبكي بشجو غيرها يعني بحزن غيرها على مصابه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون، ولكن رآهم يبكون فبكى. نعم، كما مر في قصة بلال رضي الله عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يؤذنه بالصلاة فوجده يبكي فبكى لبكائه. عمر رضي الله عنه يوم بدر لما أتى ورسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبكيان، قال: ما يبكيك يا رسول الله؟ فإن وجدت بكاء تبكيت، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت. فيبكي مشاركة لمن حوله في البكاء، فيسمى بكاء الموافقة. أحسن الله إليكم. قال: وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكى مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود، على بناء الأصوات. قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. دمع بلا صوت يقال له في اللغة بكا، بكا من غير همز، فإذا كان مصحوبا بصوت فهو بكاء. يقولون: وفي الغالب البكاء المحبوس صوته أشد في نفس صاحبه من المصاحب للصوت، لأن الصوت فيه تنفيس لبعض ما يحتبس في القلب، فإذا احتبس وظل يبكي ولا صوت لبكائه ورأيت الدموع تهطل من العينين فاعلم أنه بكاء شديد، ويسمى في اللغة بكا لا بكاء. قال: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. حكي هذا البيت من إنشاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في رثاء حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه، وقيل هي بل لكعب ابن المالك ابن مالك رضي الله عنهم جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما كان منه مستدعا متكلفا فهو التباكي. يعني ما كان من البكاء يستدعيه صاحبه ويتكلف، يعني لم يحضره البكاء لكنه يستجلبه ويتكلف في التباكي. نعم، قال: وهو نوعان، محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة، والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق. من لم يجد بكاء يشرع له أن يتباكى، أن يستجلب البكاء، ولكن في موضعه الصحيح من خشية الله، يحضر صلاة فيسمع آية أو دعاء أو تضرعا أو موقفا يستدعي البكاء، لكنه يجد بعدا بحضور قلبه وجفاف عينه، فما يزال يحاول يتحايل على نفسه بالبكاء فهو يستجلب البكاء. فإن كان في مقامه الحميد فهو تباك محمود، وإن كان رياء وسمعة لأجل أن يكون بين الناس في مجلس أو في موقف يقال عنه إنه ممن يبكي فيستجلب البكاء لأجل ذلك، فكفاه من الذم والإثم والوعيد أنه في سياق الرياء والسمعة، نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر، قال: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه الشاهد، أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل له هذا ليس مطلوبا، قال: وإن لم أجد وإلا تباكيت، يعني يستدعي البكاء لبكائه عليه الصلاة والسلام وبكاء أبي بكر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال بعض السلف: ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. ويذكر هذا أثرا من قول أبي بكر رضي الله عنه، وقيل من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. به ختم المصنف هذا الفصل من كلامه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام والسكوت والضحك والبكاء، وبه تم الفصل الذي نستأنف بعده فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه. وما زالت ليلة الجمعة أيها المباركون ميدانا يتسابق فيه المحبون بكثرة صلاتهم وسلامهم على حبيب القلوب وأنسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستشعرين فضل الصلاة عليه وبركتها وعظيم أجرها وثوابها. يا رب صل على خير الورى أبدا،
وجد علينا بحسن القرب منه غدا، واكتب لنا ساعة البلوى شفاعته، واسقنا من ندى الكفين منه ندى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه أزكى صلاةٍ وأتمَّ سلامٍ يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعًا من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ومن كل بلاءٍ عافيةً يا أرحم الراحمين. اللهم يا ناصر المظلومين ويا راحم المستضعفين، نسألك نصرًا قريبًا وفرجًا عاجلًا لإخوتنا المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، وتول بعنايتك أمرهم يا حي يا قيوم. اللهم أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير، وحسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.